عالم الطلائعيات، مؤشرات الأداء، يوضح الطالب المقصود بالطلائعيات، يصنف عالم الطلائعيات، يصف التكاثر الجنسي في الهدويات، يحدد طريقة الحركة في الأميبا. ما هو الكائن الطلائعي أو ما هو أي كائن ينضم إلى عالم الطلائعيات؟ هذا الكائن من المسمى يحتوي على صفات في طليعة أو في مقدمة أو في بداية. بداية مين؟ يبقى ممكن يكون في طلائعيات تبشر بظهور عالم الحيوان، أو طلائعيات تبشر بظهور عالم النبات، أو طلائعيات تبشر بظهور عالم الفطريات. إذن هي كائنات حية يمكن أن تكون على شكل مجموعات فيها صفات حيوانية أو مجموعات أخرى فيها صفات نباتية أو فطريات. في السابق كانت تضم الطلائعيات الشبيهة بالحيوان إلى عالم الحيوان، أو الشبيهة بالنبات إلى عالم النبات. أما الآن فضمت في مملكة أو عالم مستقل هو عالم الطلائعيات. أهم ما يميز الطلائع هو أنها لا تحتوي على أنسجة متخصصة. يعني في الكائن الحي الحيواني مثلا مجموعة خلايا بتكون نسيج متخصص، ممكن يكون المعدة أو النسيج العصبي. أما في هذه الحيوانات أو النباتات أو الفطريات اللي هي شبيهة، يعني بيكون فيها النسيج أو الخلايا غير متخصصة على شكل أنسجة. وأهم ما يميزها أيضا وجود النواة الحلقية. كيف نقسم الطلائعيات؟ في بداية التقسيم كما اتفقنا هنقسمها إلى ثلاث مجموعات. مجموعة اللي هي شبيهة بعالم الحيوان بنسميها الأوليات. المجموعة الثانية الشبيهة بعالم النبات وهي الطحالب. المجموعة الثالثة الشبيهة بالفطريات اللي هي شبيهة الفطريات. تقسم هذه المجموعات إلى شعب على حسب طريقة التغذية. بالأساس في التقسيم الآن هو طريقة التغذية. الأوليات من التسمية ولأنها شبيهة بالحيوان هتكون ذاتية غير ذاتية غير ذاتية التغذية، يعني تغذية حيوانية. الطحالب طالما شبيهة بعالم النبات فهي ذاتية التغذية. الفطريات امتصاصية، يعني بتمتص الغذاء من الوسط المحيط بها، وطبعا بتفرز الإنزيمات. الأوليات إذا قسمناها إلى شعب سنقسمها إلى أربع شعب. أول شعبة في هذه الأوليات هي الأوليات الجذرية أو جذريات القدم. جذرية القدم أو ما تسمى السركودينة أو اللحميات أيضا، ممكن أن نسميها اللحميات. هذا التقسيم سيتم عن طريق استخدام وسيلة للحركة. إذا جذرية القدم تتحرك بالقدم الكاذب، يبقى في البداية قسمت على أساس التغذية. وأهم ما يميز التقسيم الثاني هو طريقة الحركة. في الهدبيات إذا تتحرك بالأهداب، يبقى جذرية القدم تتحرك بالقدم الكاذب، الهدبيات تتحرك بالأهداب، الصوتيات كائنات حية تتحرك بالصوت، والأخيرة ليس لها وسيلة حركة وتتحرك من خلال الوسط المحيط بها وتسمى البوغيات. وسنتطرق إلى مثال لكل واحد من هذه الشعب. الطحالب، كيف نقسم الطحالب؟ اتفقنا أن هي ذاتية التغذية، إذن سنقسمها على حسب مادة الخضور الموجودة بها، الأصباغ الموجودة بها. فنجد أن الأصباغ تختلف
بعضها يحتوي على الزنثوفيل، بعضها يحتوي على كلوروفيل الألف بنسب مختلفة عن كلوروفيل الباء والكاروتين وهذه الأصباغ. فقسمها العلماء إلى طحالب خضر أو خضراء، يعني الجمع طحالب خضراء هو طحلب أخضر، هي طحالب خضر. فمجازا بنقول الطحالب الخضراء، الطحالب الحمراء أيضا نسميها الطحالب الحمراء والحمراء، والطحالب البنية، الطحالب الذهبية، الطحالب العصوية، الطحالب الصوتية الدوارة، وآخر نوع من الطحالب هو الطحالب اليجلينية. بالنسبة لتقسيم الفطريات بنقسمها إلى قسمين، فطريات أو شبيهة الفطريات البروية وشبيهة الفطريات المائية. يبقى الشعب بتاعتها اللي موجودة عندي الغروية والمائية، والشعب هنا شعب الطحالب حسب اللون، شعب الأوليات حسب وسيلة الحرب. تعالوا نشوف مثال على جذرية القدم. المثال عندي هنا الأميبا. طبعا جذريات القدم لو تكلمت عن المعيشة أجد أن بعضها بيعيش معيشة حرة وبعضها بيتطفل. المعيشة الحرة ممكن يكون في الماء العذب أو في الماء المالح، أما المعيشة المتطفلة فتكون في أمعاء الإنسان، وهي زي الأميبا هيستوليتيكا اللي بتسبب الإنسان مرض الزحار الأميبي. أيضا من الجذريات اللي بتعيش في المحيطات أو في المياه المالحة اللي هي المثقبات والشعاعيات اللي هي الفورمينيفرا والراديولاريا. بجد ان الاميبا ليس لها شكل محدد، بيكون لها غشاء خارجي وبعدين تحتوي على السيتوبلازم مميز الى منطقتين، منطقة في الخارج شفافة تقريبا ومنطقة في الداخل بهذا الشكل فيها المادة المحببة أكثر، يعني فيها المواد الغذائية وفيها الحبيبات وبعدين فيها النواة في النص. وإذا كانت أميبا الماء العذب يوجد فيها الفجوات المتقبضة، ودي فجوات غذائية. هنا بنسمي ده إكتو بلازم، وهنا اندو بلازم وهي نواة، وهنا فجوة منقبضة، وهنا فجوة غذائية. هنشوف في الفيلم توضيح كيفية تكوين القدم الكاذب من خلال اندفاع الاندوبلازم داخل الاندوبلازم ودافع الغشاء الخلوي، فيلم توضيحي لهذه الحركة. ثم سنشاهد فيلم آخر لكيفية إخراج الماء باستخدام الفجوة المنقبضة والحركة بالقدم الكاذب. نلاحظ حركة الأقدام الكاذبة في الأميبا، حيث يدفع الاندوبلازم الاكتوبلازم الخارج وبالتالي يتشكل الغشاء فيبعد هذا الحيوان عن مصدر الضوء. ننتقل الى الشعبة الثانية من شعب مجموعة الاوليات وهي شعبة الهدويات، وعرفنا ان اهم ما يميزها الحركة بالاهداف، والمثال الواضح والمشهور فيها هو البراميسيوم. عارفين ان البراميسيوم بيعيش في التربة الرطبة، يعني ممكن نحصل على زرع البراميسيوم من خلال وضع كمية من الرمل او من الطين في كأس به ماء، ثم وضع حبيبات من القمح في داخل هذا الكأس وتركه فترة يوم أو يومين، وبالفحص نجد مجموعة من البراميسيوم.
الباراميسيوم بياخذ هذا الشكل. طبعا اهم ما يميزه القشيرة، والقشيرة عارفين ان هي طبقة من الخلايا العضلية، والقشيرة بيخرج منها كما اتفقنا الاهداب بهذا الشكل. نميز بين الهدب والصوت. طبعا الاهداب تبقى اعداد كبيرة جدا واطوالها قصيرة، اما الاصوات فبيكون صوت واحد او اثنين وبيكون اطول من الهدب بشكل كبير. نكمل الاهداب بهذا الشكل. طبعا بيكون في اتجاهات مختلفة. طبعا هي بتعطي لهذا الكائن الحي ممكن حركة دورانية حول نفسه او حركة للامام او للخلف. وبعدين هنا بنسميه الميزاب الفمي. لو دخلنا هنلاقي بالعوم هنا، وبعدين بدايات للفجوة الغذائية، وهنا بنلاقي فجوة غذائية اتكملت. هنا بنلاقي ثقب شرجي. وبعدين هنا اهداب. اهم ما يميز البراميسيوم ايضا وجود النواتين، النواة الكبيرة او بنسميها نواة الانشطة الخبرية، يعني اقسام متساوي بيتم في هذه النواة الكبيرة، والنواة الصغيرة اللي هي بتعمل التكاثر الجنسي. النواة صغيرة فايدتها اتمام عمليات التكاثر الجنسي، النواة الكبيرة الانشطة الخبرية يعني اطلاق الطاقة، البناء، هذه الاشياء بتتم في النواة الكبيرة والانقسام المتساوي. وبعدين بنجد في الداخل السيتوبلازم. اهم ما يميز البراميسيوم ايضا وجود فجوتين متقبضتين او منقبضتين بهذا الشكل، فجوة امامية فجوة خلفية. هنشوفها بالتفصيل كيف تعمل وكيف تطرد الماء. كيف يتغذى البراميسيوم؟ البراميسيوم بيعمل حركة للأهداب عند الفتح الميزاب الفمي، تدخل المواد الغذائية إلى داخل هذا اللعوم، ثم تتكون فجوة حوله، يتم إفراز الإنزيمات الهاضمة في هذه الفجوة، ثم تدور الفجوات الغذائية على جسم هذا الكائن الحي، ويحدث توزيع للمواد الغذائية على الكائن الحي. ده تركيب البراميسيوم. سنوضح الآن طريقة التكاثر الجنسي في البراميسيوم. وهذه العملية تسمى عملية الاقتران. كما ترون نقوم برسم الكائن الأول وهو الموجب، يمكن أن يكون السالب أيضا، لابد من توفر كائن موجب وكائن سالب. هذه النواة الكبيرة نقوم برسمها، ثم النواة الصغيرة، بعد ذلك نرسم الكائن آخر الذي سيقوم بالاقتران معه. نوضح في الداخل النواة الصغيرة ثم النواة الكبيرة، بعد ذلك نرسم الأهداب. وأحب أن أذكركم أن أي تكاثر جنسي يقترن بالانقسام المنصف، أي أن هذا الكائن يحتوي على 2N اللي هي المجموعة الكروموسومية الكاملة. لابد الكائن قبل أن يدخل في التكاثر الجنسي أن ينصف النواة اللي عنده، يعني يشارك ب 1N يعني نصف المجموعة الكروموسومية. وأحب أن أذكركم أن الانقسام المنصف المرتبط بالتكاثر الجنسي كما ترون ينتج عنه 4 أنوية. النواة الصغيرة كما ترون انقسمت في المرحلة الأولى من الانقسام المنصف، أعطت نواتين. المرحلة الثانية أعطت 4 أنوية كما ترون، كل نواة تحتوي على N واحدة اللي هي نصف العدد الكروموسوم.
الكائن المقابل ايضا اللي هو الموجب او السالب اللي هيقوم بالتبادل معه يقوم بهذا الانقسام. النواة الواحدة اعطتنا اربع انوية، كل نواة عبارة عن 1N. بعد ذلك ستتلاشى ثلاث انوية والنواة الخضرية اللي هي الكبيرة، ويظل عندي نواة واحدة تنقسم انقسام متساوي. شوف في الرسم، بنرسم الكائن الحي بنرسم الاهداب، وبعدين بنرسم النواة اللي تبقت بس بعد ما انقسمت واعطتني نواتين. يبقى تلاشت ثلاث انوية، فضلت نواة انقسمت انقسام متساوي عشان تعطيني نواتين. الكائن اللي بيقترن معه ايضا بيحدث فيه نفس الشيء، بتتلاشى ثلاث انوية، تظل نواة واحدة تنقسم متساوي تعطيني نواتين، كل نواة فيها نصف المجموعة الكروموسومية اللي هي 1N. بعد ذلك يتم تبادل نواة من كل كائن حي للآخر، يعني الأول بيعطي للثاني نواة والثاني بيعطي للأول نواة كما سنشاهد في الرسم الآن. التبادل هيتم، نرسم الأول الأهداب وبعدين نرسم النواتين بهذا الشكل. نقوم بنقل النواة إلى المقابل ونواة المقابل إلى هذا الحيوان، وبالتالي أكون عملت دمج للصفات الوراثية. النواة اللي انتقلت مع النواة الأصلية بتساوي 2N، اللي انتقلت 1N والنواة الأصلية 1N يبقى أعطتني 2N، يعني المجموعة الكروموسومية رجعت كاملة ولكنها نصف من الكائن ونصف من الكائن المقابل له، يعني نصف من الموجب ونصف من السالب، وبالتالي أكون عملت دمج لصفات وراثية جديدة. كما ترون أصبحت النواة 2N أو المجموعة الكروموسومية كاملة، ونفس الشيء اللي بنرسمه الكائن المقابل، المجموعة الكروموسومية أصبحت كاملة ولكنها تشكلت بين فردين مختلفين. ماذا أفعل بعد ذلك لكي يتكاثر الحيوان ويزيد العدد؟ يعود إلى التكاثر الطبيعي الذي تتميز به الأوليات، وهو التكاثر اللاجنسي أو الانشطار، أو بنسميه الانقسام الثنائي البسيط، بحيث أن كل فرد من هذه الأفراد بيعطي فردين متطابقين. وقد دمجت الصفات الوراثية من قبل في الاقتران، وبالتالي ضمنت الصفات الوراثية الجديدة. كما ترون الفردين الجديدين بدأت تظهر لهم النواة الكبيرة اللي هي النواة الخضرية، اللي هي بقى هتكون مسؤولة عن التكاثر اللاجنسي. شوف هتدخل في التكاثر اللاجنسي، يبقى هي اللي عملت الانشطار او الانقسام الثنائي البسيط، على اساس ان كل خلية من هذه الخلايا الامامة تعطي خليتين بتوجيه من هذه النواة الكبيرة او النواة الخضرية كما نرى في الشكل المقابل. أسئلة تطبيقية على ما سبق شرحه. السؤال الأول، لماذا صنفت الطلاعيات في عالم مستقل؟ الإجابة، لأن الطلاعيات تفتقر إلى الأنسجة الحقيقية، وتتميز أفرادها بالتنوع الشديد، حيث تضم أفرادا تجمع بين الصفات الحيوانية والنباتية، وأخرى تجمع بين الصفات الحيوانية والفطرية والنباتية. السؤال الثاني، ما الأساس الذي اعتمد في تصنيف الطلاعيات إلى مجموعاتها الثلاث؟ الإجابة هي طريقة التغذية، حيث صنفت إلى امتصاصية وحيوانية التغذية اللي هي غير ذاتية التغذية، ونباتية التغذية أو ذاتية التغذية. السؤال التالي، علل يحدث انقسام منصف في بداية الاقتران في البراميسيوم. الإجابة، لأن البراميسيوم ثنائي المجموعة الكروموسومية، وفي عملية الاقتران تندمج نواتان من كل فرد، لذا يلزم أن تحتوي كل نواة على نصف العدد فقط ليعود العدد الكامل بعد اندماج النواتان. السؤال اللي بعد كده، صف حركة الأقدام الكاذبة في الأميبا هي عبارة عن اندفاع الاندوبلازم فيدفع الاكتوبلازم
الذي يدفع لدوري الغشاء الخلوي فيتشكل القدم الكاذب. مؤشرات الأداء في عالم الطلعيات التي سوف ندرسها الآن. 1- تحديد 3 أمراض تسببها الطلعيات للإنسان. 2- إيجاز دورة حياة البلازموديوم. 3- تحديد تكيفات الأوليات للعيش في بيئات قاسية. أولا، مرض النوم الذي يسببه الكائن الحي المسمى التريبانوسوم. والتريبانوسوم تتبع شعبة الصوتيات، أي تتحرك بالصوت، وهي كائنات وحيدة الخلية مغزلية الشكل كما ترون باللون البنفسجي. الصورة أمامنا بتوضح كرات الدم الحمراء في جسم المريض. بعد أخذ عينة منها وفحصها، وجدنا هذا المريض بمرض النوم الإفريقي، تحتوي كرات الدم بينها وبين بعضها على هذا الكائن وحيد الخلية. الصوت بيكون شكل الغشاء، وهذا يساعده على الحركة في جسم المصاب. وإفرازات هذه الكائنات الحية تؤدي إلى حدوث المرض، الذي من أعراضه أن يدخل الإنسان في سبات عميق، وتلعب ذبابة التسيتسي الدور الأكبر في نقل ونشر هذا المرض من الإنسان السليم، من الإنسان المصاب إلى الإنسان السليم. المرض الثاني هو مرض الزحار الأميبي أو الديزنتريا الأميبية، والتي يسببها نوع من أنواع الأميبا التي تعيش معيشة طفيلية داخل جسم الكائن الحي وداخل جسم الإنسان بوجه خاص، حيث تسبب له مرض الزحار الأميبي. العدوى تتم عن طريق الطعام الملوث أو الماء الملوث، ولا ننسى دور الذبابة في نقل هذا المرض. ويتغذى أو تتغذى الأميبا الطفيلية على جدار الأمعاء الغليظة، وتتطور في بعض الأحيان حيث تهاجم كرات الدم الحمراء في غشاء الأمعاء، ثم تنتقل إلى الأوعية الدموية، وتنتقل عبر الدم إلى الكبد، ثم إلى أعضاء أخرى، وقد تؤدي إلى الموت. الملاريا سوف نقوم بدراستها تفصيليا، ونعرض الفلاش من فلاشات شرح الملاريا بشكل تفصيلي. تنقل أنثى بعوضة الأنوفلس المرض إلى الإنسان السليم، وذلك عندما تفرز لعابها، تقوم بإفراز اللعاب داخل جسم العائل، حيث تريد الحصول على وجبة من الدم. هذا اللعاب الذي يعمل على منع تجلط الدم وتدفقه إلى المكان بسرعة، ويخدر هذا المكان، يحتوي على السبوروزويت. سبوروزويت ينتقل إلى خلايا الكبد، كما نرى خلية من خلايا الكبد مكبرة، ويقوم بالتكاثر اللاجنسي داخلها، ويتحول إلى الميروزويت. الميروزويت ينتقل إلى كرات الدم الحمراء، ويتحول إلى الطور الحلقي اللي نسميه تروفوزويت أو الرينج تروفوزويت. هذا الطور الحلقي يتحول بعد ذلك إلى طور عديد الأنوية، ثم يتحول إلى الطور المشيجي اللي بنسميه ميروزويت، وبالتالي ينتقل الميروزويت أو يفجر خلايا الدم لينتقل منها إلى باقي الجسم. هذا التفجير لخلايا الدم وانتقاله هو السموم التي يفرزها، هو الذي يؤدي إلى إصابة الإنسان ب ما يميز الملاريا، وهو ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاضها، وبالتالي الرعشة المميزة للملاريا. أصبح عندي جامتات مذكرة وجامتات مؤنثة. هذه الجامتات هي التي سوف تنتقل إلى بعوضة أخرى، وتهاجر إلى جدار الأمعاء، ثم يتم التكاثر الجنسي داخل جدار الأمعاء، وتتحول إلى
ديبلويد زيجوت او زيجوت ثنائي اللاقحة، تتحول الى السبوروزويتات الجديدة مفصلية الشكل التي سوف تصيب انسان اخر بهذا المرض. لاحظنا حدوث تبادل اجيال او دورة يحدث فيها تكاثر جنسي داخل خلايا العائل الوسيط اللي هو البعوضة، وتكاثر الجنسي داخل خلايا العائل الاساسي وهو الانسان. تكيفات الاوليات للعيش في بيئات قاسية. تستطيع الاوليات تحمل البيئات القاسية والعيش فيها عن طريق بعض التكيفات، اهمها 1 وجود البقع العينية. تعمل البقع العينية على تعرف الكائن الحي على الإضاءة الشديدة وبالتالي تجنبها والهرب بعيد عنها، كما رأينا في الفيلم الذي يصور الأميبة التي تهرب من الإضاءة الشديدة لمصباح المجهر. ثاني شيء هو وجود الفجوة المنقبضة. هذه الفجوة تقوم بتنظيم كمية الماء داخل الجسم هذه الأميبة أو البراميسيوم، والتي تعيش في المياه العذبة، حيث يدخل الماء إلى جسم الأميبة بسبب اختلاف الضغط الأسموزي، فهو في المياه العذبة أقل من الضغط الأسموزي داخل خلية الأميبة، وبالتالي ينتقل الماء أو ينساب إلى جسم الأميبة، وإذا استمر الانسياب فسوف يحدث انفجار للخلية. لذلك تقوم الفجوة المنقبضة بتجميع الماء ثم الذهاب إلى سطح الخلية والتخلص من الماء عن طريق إخراجه إلى الوسط المحيط. أيضا تكوين الحويصلة من أهم المميزات أو التكيفات التي أدت إلى تحمل هذه الأوليات للبيئات القاسية والعيش فيها، حيث يحيط الكائن الحي نفسه بجدار سميك أو حويصلة سميكة تستطيع مقاومة الظروف البيئية المحيطة بها غير الملائمة، حتى تتحسن الظروف البيئية ويعود الكائن الحي لنشاطه من جديد في هذه البيئات. والدليل أننا عندما نأخذ كمية من التربة الجافة ثم نضعها في كمية من الماء ونضع الغذاء المناسب معه زي حبيبات من القمح المغلي أو من الأرز، نجد أن البراميسيوم والأميبا تنمو فيها بكميات كبيرة. هذه الكائنات كانت في حالة تحوصل بسبب الجفاف الواقع على هذه التربة. أما التأثير عن طريق اللمس فهو واضح في هذه الكائنات، حيث تستطيع لمس الحموضة والمؤثرات الفيزيائية الأخرى وبالتالي تجنبها أو الابتعاد عنها للحفاظ على حياتها.